بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس النعت. النعت اللي هو الصفة، الصفة أو نعت كل واحد، يعني إذا قلت النعت يبقى هي الصفة، وإذا قلت الصفة يبقى هي النعت. النعت ما هو؟ هو اسم يوضح صفة لما قبله، والذي يتم وصفه هو المنعوت. يبقى أنا بيبقى عندي نعت ومنعوت، صفة وموصوف، والصفة نفسها تسمى النعت. الطالب المجتهد نشيط، الطالب منعوت والمجتهد نعت. ركب الأولاد في السيارتين الكبيرتين، السيارتين منعوت والكبيرتين نعت. كتبت الطالبات المجتهدات الدرسين، الطالبات منعوت والمجتهدات نعت، لأنها وضحت صفة في الطالبات. هؤلاء المعلمون نشيطون، فالمعلمون منعوت ونشيطون نعت، لأنها وضحت صفة أو وصفت المعلمون. النعت يطابق المنعوت، النعت دائما يطابق المنعوت في كل شيء، يطابق في الإعراب، في الرفع والنصب والجر، يطابق في النوع، التذكير والتأنيث. يعني النعت بيبقى زي المنعوت في كل شيء، بيبقى زيه بالظبط في الإعراب. لو المنعوت مرفوع يبقى النعت مرفوع، لو منصوب يبقى منصوب، لو مجرور يبقى مجرور. وفي النوع، لو المنعوت مذكر يبقى النعت مذكر، لو مؤنث يبقى مؤنث. في العدد، لو مفرد يبقى مفرد، لو مثنى يبقى مثنى، لو جمع يبقى جمع. في التعريف والتنكير، لو المنعوت معرفة يبقى النعت معرفة، لو المنعوت نكرة يبقى النعت نكرة. معرفة ونكرة يعني ايه؟ يعني في ألف ولام أو ما فيهوش ألف ولام. النعت يطابق المنعوت في الإعراب، الرفع والنصب والجر، النوع، التذكير أو التأنيث، العدد، المفرد والمثنى والجمع، التعريف والتنكير، إعراب النعت. النعت بيتبع المنعوت دائما في حركة الإعراب. لما كيف اقوم باعراب النعت؟ لما اجي اعرب النعت لازم اعرب المنعوت الاول. ليه؟ لان النعت هيبقى زيه زي المنعوت بالظبط حسب اعراب المنعوت. امثله الاعراب، الامثله اللي هتوضح القاعده في اذهاننا. المصريون المخلصون محبوبون. عندي المصريون مبتدا مرفوع بالواو، المخلصون وضحت صفه في المصريون، في المصريون، اذا فالمخلصون هنا ايه؟ ايوه، المخلصون نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو. خلي بالك ان المصريون جت جمع يبقى المخلصون جمع، المصريون جت معرفة يبقى المخلصون تيجي معرفة، المصريون جت مرفوعة بالواو يبقى المخلصون لازم تيجي مرفوعة بالايه؟ بالواو، لان المصريون منعوت والمخلصون نعت. هذه وردة جميلة. وردة هنا خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو منعوت. طيب جميلة، جميلة لازم تيجي برضو ايه؟ ايوه لازم تيجي مرفوعة، تبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. وخلي بالك ان وردة جت مؤنث يبقى جميلة مؤنث، وردة نكرة يبقى جميلة نكرة، وردة مفرد يبقى جميلة مفرد، وردة مرفوع يبقى جميلة مرفوع. كتبت الطالبات المجتهدات الدرسين الطويلين. كتبت فعل الماضي والتاء تاء التأنيث. الطالبات فاعل مرفوع بالضمة لانه جمع مؤنث سالم وهو منعوت. المجتهدات نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. خلي بالك ما تنساش ان المنعوت النعت زي المنعوت بالظبط. الطالبات جت مؤنث يبقى المجتهدات مؤنث، الطالبات جمع يبقى المجتهدات جمع، الطالبات معرفة يبقى المجتهدات معرفة، الطالبات مرفوعة تبقى المجتهدات مرفوعة. الدرسين مفعول به منصوب بالياء وهو منعوت. الطويلين ايوه ممتاز، هتبقى نعت منصوب وعلامة نصبه الياء، تمام. وخلي بالك نقول تاني، الطويلين جت زي الدرسين، الدرسين معرفة تبقى الطويلين معرفة، الدرسين مثنى تبقى الطويلين مثنى، الدرسين منصوبة تبقى الطويلين منصوبة، دي منصوبة بالياء ودي منصوبة بالياء. إذن فالقاعدة اللي احنا لازم نتعلمها أن النعت يطابق المنعوت في كل شيء. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ، النعت يطابق المنعوت في الإعراب، الرفع والنصب والجر، في النوع، في التذكير والتأنيث، في العدد، المفرد والمثنى والجمع، في العدد، المفرد والمثنى والجمع، وفي التعريف والتنكير، يعني لو ده معرفة يبقى ده معرفة، ده نكرة يبقى ده نكرة. اعرب ما تحته خط، اعرب ما تحته خط في الجمل التالية. الجليس الصالح خير من الجليس السوء. يا ترى كلمة الصالح هنا نعربها ايه؟ اولا لازم نعرب الجليس، ايوه لازم نعرب الجليس الاول، لان الجليس هنا هتبقى مبتدأ مرفوع، يبقى الصالح هنا لازم تكون ايه؟ نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب نعرف السوء،
عشان نعرف السوق لازم نعرف الجليس، نعرف الجليس اللي قبليها. تمام صح، الجليس اللي قبليها فيها حرف جر قبليها، اذا فالجليس اسمه مجرور، يبقى السوق تكون نعت ايه؟ مجرور وعلامه جر الكسر. المصريات المخلصات مفيدات للوطن. عايزين نعرف كلمه المخلصات، يبقى لازم نجيب الجمله من الاول. تمام، لازم عشان نعرف المخلصات لازم نعرف المصريات. تمام، يبقى المصريات هنا مبتدا مرفوع بالضمه لانه جمع مؤنث، يبقى المخلصات هنا من يقول ايوه مين فكر وقال المخلصات نعت مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضم. الهواء النظيف منعش. عايزين نعرف كلمه النظيف، عشان نعرف النظيف لازم نعرف الهواء. خلي بالك علشان تعرف النعت لازم تعرف المنعوت. الهواء مبتدا مرفوع بالضم، والنظيف هنا تتعرف ايه؟ قول. ايوه نعت مرفوع وعلامه رفعه الضم. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.